السلام عليكم، انا فاتحه من مدينه الفنيدق. كنا كنخدموا باب سبته، دابا سدوها. بقينا الظروف، المغرب كلشي عارف الظروف د الفنيدق كيفاش دايره. انا عندي هاد الوليد منذ الولاده، هو مريض، عندي مرض القلب. عطوني العمليه ب10 مليون، ما عندناش جهد باش نديروا هاد العمليه، جاتنا بزاف غاليه. والمحسنين الله يرحم الوالدين يتعاونوا معنا، سويس هاد العمليه طلبوا لنا في سويسي ب10 مليون، ما عندناش جهد لهاد 10 مليون، طلبوا الله المحسنين يتعاونوا معنا. السلام عليكم. هذا هو المشكل اللي كاين دابا. هاد العائل خصنا نديرو له العمليه ضروري من عند المحسنين الله يرحم الوالدين. حنا كنا في هاد الديوان خدامين، ودابا وقفت الخدمه، وقف كل شيء، الغالب الله. هاد الشيء اللي كاين خلق هكايا، خلق دابا ولا كيتخنق. مشينا دينا دوزنا له في الرباط هادي 4 سنين، وقالوا لنا رجعوا عندنا والفلوس ما كاينش، وعينا نتسناو محسنين ما كاينش. دابا مني وصلت هاد الحاله هادي بقى كيسخاف وكيجري كيلعب مع العيال، كيبقى يرتاح وكيطيح. مشينا للجمعيات ودفعنا الوراق، وقالوا لنا سيروا سنعيطوا لكم، ما عيطوناش. دابا 4 سنين هي في تطوان وجمعيه في طنجه واحد مارتيل. مشيت قالوا لنا سيروا سنعيطوا لكم، دفعنا الوراق ديالنا وما عيطوناش. دابا 4 سنين كنطلبوا من محسنين الله يرحم الوالدين، الا بغاو يشوفوا مع هاد العائل باقي صغير، الله يرحم الوالدين، شوفوا معنا. راه الدري بقى كيسخاف ليه، مبقاش كيبغي يقرا، مبقاش كيبغي يمشي للمدرسه، كيبقى يلعب مع العيال، كيهربوا منه، كيسخاف كيهربوا منه وداك الشيء. دابا لكن شي معاونه الله يرحم الوالدين. ما خصناش، انا خصنا يدوي شي واحد يتكلف لي بالعائل، بالطبيب ديالو، بكل شيء. ما خصني لا فلوس لا والو، الله يرحم الوالدين. حنايا ما خصناش الفلوس، ما خصنا غير اللي تكلف لنا بهذا الدري، عملنا ليه العمليه، الله يرحم الوالدين. هذه الرساله اللي كنوجه لهاد المحسنين الله يرحم الوالدين، ما كرهتش يتبطروا بهذا العائل هذا وصح، الله يرحم الوالدين. هذا الشيء اللي غنقول، الله يرحم الوالدين. صافي، شكرا. الله يرحم الوالدين. شوف تي في، الله يرحم الوالدين. مبروك عواشر المغاربه كاملين، الله يسهل عليهم.